مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سعيد جدا بلقائكم في حلقة جديدة من علمتني الحياة. في هذه الحلقة سنستضيف لكم واحد من الجزائريين المميزين في تخصصه بقصة فيها الكثير من التجارب، فيها الكثير من الخبرة، وفيها الكثير كذلك من النجاحات، لواحد من الجزائريين الذين انتقلوا إلى الخارج من أجل التكوين، من أجل الدراسة، وبالرغم من العروض التي تلقاها في فرنسا تحديدا، إلا أنه فضل وقرر العودة إلى الجزائر من أجل مزاولة والمواصلة في مسيرته المتعلقة بتخصص طبي مهم، وهو طب وجراحة العيون. ضيفي في هذه الحلقة مشاهدينا هو البروفيسور أحمد العزوني، مختص في طب وجراحة العيون. كما قلت، بعدما درس هذا التخصص في فرنسا عاد إلى الجزائر، وبالرغم من تقدمه في السن وتجاوز 73 سنة، إلا أنه مستمر في أداء مهامه، ومستمر حتى في القيام بالعمليات الجراحية رغم دقة هذا التخصص. وسنتعرف عن الأسرار التي سمحت له بالمواصلة وبالوصول إلى هذه المحطة. بروفيسور، أهلا وسهلا بك، سعيد جدا بلقائك، ونتشرف كذلك بحضورك معنا في علمتني الحياة. أهلا وسهلا بك. نشكركم بزاف على الدعوة. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. شكرا فيك، بارك الله. قبل أن نصل إلى هذه الإنجازات التي حققتها في تخصص طب جراحة العيون، لابد أن نعرف الخلفية لقصة البروفيسور أحمد العزوني، فكيف كانت بدايتك مع الحياة؟ وين زدت، وين درست؟ زاد في تلمسان في سنة 51. الله يبارك. قريت مدينة وهران حتى 62 61، عاود كي جات لوايس دخلنا لتلمسان. قريت من السيزيام حتى البرمي بارتي دو باك في الليسي دكتور بن زرجب في تلمسان، عاود لابارتي تاع دوزيام بارتي دو باك فوسا في الليسي التكنيك تاع وهران، الليسي لي بالمي. عاود عملنا طب. قبل ما بديش الطب عملت عام تاع الليسونس تاع الماتيماتيك. لكن قبل هذا كيف كانت طفولتك في مرحلة الثورة، في مرحلة الاستعمار؟ كنا كيما جميع الجزائريين. وش هي الذكريات اللي ما زالت باقية في ذهنك؟ شوفوا، العسكر بزاف، السلك بزاف، لي غرونات كي يطرقوا، الشعب يجري، شفنا الموتى ان طونك انفون افي دي ديمار، شفنا هذيك. دونك الطفوله كانت صعبه. الطفوله كيما كاع جميع الجزائريين شفنا كاع الصلاح. دونك واش نقول لك، هذا ما كانش عائق انك تدخل للمدرسه، ما كانش عائق انك تدخل تقرا؟ لا، كنا نقراو عادي، يعني كنا نقراو عادي، كنا مخلطين مع الشعب. الجزائريين كنا عايشين في لي كارتي الجيريان، زي كيما انا يقول لك في الجزائر القصبه وكل شيء، حنا كنا في لوفيو تلمسان دروبه وكل شيء. دونك حياة شعبيه. فوالا، عشنا معاهم، كنا عايشين منهم. تستدير كي تكون مليحه راه مليحه على كل واحد، كي تكون صعيبه تكون صعيبه على كل واحد. بعدين في الثانوي ادركت الاستقلال، كنا في عهد الجزائر المستقل. 62 دخلنا للثانويه، في 62 في الاستقلال دخلنا، في سبتمبر 62 بدأت الأمور على الأقل تتحسن من الناحية الثقافية، من الناحية الاجتماعية. مش نفس الشيء لما تكون مستعمر ولما تأخذ الاستقلال، فرق كبير جدا. فرق كبير، كبير بزاف. تستطيع تشوف دروك تعيش هاني، تحكم في روحك. ماشي في نفس جي القاوري يعمل لك هادي، يجيك هادي، الخوف تاع العسكر، الخوف تاع هادي. كنا الحمد لله أمور تغيرت تماما، الحمد لله، في راس 180 دوغري. وش من سنة شتست امتحان البكالوريا؟ 69 تحصلت عليه في أول محاولة؟ محاولة. معناها كنت مميز في الدراسة بروفيسور؟ كنت من التلاميذ النجباء. كانت عندنا حنا كيش كان الرئيس بومدين الله يرحمه، الله يرحمه، قرر يكون مهندسين. كيفوتنا البروفي التروازيام تاع بكري، كيفوتنا البروفي قرر يرفض احسن تلاميذ ويطيحهم في التكنيك باش خصه مهندسين. هذاك هي العام الاول اللي داروا لنا في الليسي دكتور بن زرجب في تلمسان. وانت كنت من بين احسن التلاميذ. كنت جابي دي بري ديكسيلونس على ليبوك. دونك طحاونا اللي كان ضعيف 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 فينا، كان عنده 3 طابلو دونر.
دونك كان خصو يكون داير كي قرينا ما كناش كاع نتعبوا ملي كنا نقراو والمعلم ما يتعبش معنا على خاطر المستوى كان مليح. دونك فوتنا هذاك الباك تكنيك لا بريمير بارتي دو باك فوتنا في تلمسان ومن داك ما كانش كاينين الاساتذه تاع التكنيك عبرنا اللي سي لي بارمي لوار. هذاك هو العام الاول اللي كانت كاين قسم تاع 30 تلميذ في التكنيك. تسمى انتم اول دفعه اللي قرر الرئيس الراحل هواري بومدين ان يكون من خلالها مهندسين تقنيين. تقنيين هذيك الدفعه اعطى امر ما تحاولنا بالسيف ما ديسكوتيش اسكت امر طبق طبقنا. دونك قرينا فوتنا باك تكنيك ماتيماتيك وجيت للطب مانيش عارف كيفاش 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 حتى تحولت من الهندسه الى الطب. حنا كانوا كي فوتنا الباك قبل ما نفوتوا الباك كنا 6 تلاميذ رفضونا في القسم تما باش يزفطونا نديروا ماتيماتيك سوبيريور سبيسيال في الخارج. الدوله كانت مزفطه حتى واحد فينا ما مشى في 6 قعدنا. بون كاين اللي علاش ما رحتوش؟ ما مشيناش ما حبيتوا تبقاو في الجزائر قعدنا هذاك. دونك عملنا تكنيك ماتيماتيك صحابي واحد 6 ولا عملوا الطب الاخرين كامل عملوا مهندسين اللي دخلوا ليكول بوليتكنيك تاع العاصمه اللي دخلوا ليزيكول تكنيك. انا قريت اون اني تاع ليسونس دو ماتيماتيك ما عجبتنيش بزاف الدعوه دونك هذاك العام ما كملتوش والعام اللي وراه دخلت للطب. ما هي تفاصيل بروفيسور انتقالك من الهندسه الى الطب وهل كان الطب اول احلامك في الدراسه لما كنت صغيرا؟ لا 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 كنت نفتش نعمل الهندسه ولا نعمل الرياضيات كنت ممتاز فيهم. ما صحابي اللي كنا نقراو جميع دخلوا للميديسين شغل لحقت بهم تاثرت بهم. ما هي الذكريات التي تحتفظ بها اثناء دراستك للطب؟ معروف انه 7 سنوات وبعدين التخصص، وش اهم الذكريات اللي ما زلت راسخه في ذهنك؟ ذكريات الدراسه. ذكريات الدراسه كانت ذكريات شوف كانت قرايه كانت في المستوى. بون حنا جينا من الهندسه استاذ الهندسه ما تحفظش بزاف. تفهم في الاول تفهم وفي الطب تحفظ تحفظ وتفهم. داير القرايه تاع التكنيك عاونتني بزاف في الطب استاذ كي تفهم شي حاجه استاذ تفهم علاش وقع هذه تسي تفهم في الفيزيولوجي تاعها ولي الالات اللي نخدموا بها كاين بزاف اللي عندهم علاقه مع الهندسه كانت عندنا سهوله باش نستعملوهم. كانت عندنا سهوله باش نستعملوهم دونك كانت في الاول تبان صعيبه في الحقيقه سهلت لنا الامور تاع الطب تخليك تفهم واش كاين ماشي غير تحفظ قال هذه هكذا ايانا نطبقوها. معناه صدفه وجدت نفسك طالبا في كليه الطب. هذا معنى بالصدفه تقدرت تقدرت والتخصص فيما بعد لما بديت تدرس خلاص الان انت طالب طب في مرحله ما ستشرع في التفكير ما هو التخصص الذي ساتوجه نحوه. كنت انت الذي بحثت عن جراحه العيون ولا صدفه كذلك؟ حتى هي صدفه كنت خدمت واحد العام في لا ماتيرنيتي مرت النساء كنت نخدموا وصبنا الناس اللي يكونونا ووقفوا معنا والله يرحمهم ناتو. تعلمنا بزاف معاهم تعلمنا بزاف معاهم. قعدت نخمم في لا سبيسياليتي تاع الطب هذاك الوقت الطب كانوا قلال ما عندك حتى عيشه سيتادير تسكن في المستشفى. ما كانش تخدم 7 سوايع 5 سوايع. دونك كان واحد الانسان حبيبي صيدلي في سيدي بلعباس كنا نهضروا قال لي ما تعملش قعدنا نتفاهموا كان يحبني بزاف خدمت بزاف بلعباس كنت رومبلاسي فيها قال لي دير لوفطالمو ولا لوارل. لماذا؟ قال لي ما عندناش الطب الشعب راه مغبون. انت كيف تلمسان؟ هذه في سيدي بلعباس قال لي ما كانش في الحقيقه ما كانش كاين كان عندنا طبيب واحد تاع لوفطالمو في تلمسان ومن بعد ما كانوا ولو حتى تمشي لوهران كانوا كان تطب تاع العينين وعاود تمشي توصل للجزائر بس كانوا 5 ولا 6 تاع الطب تاع العينين. تما هذا الطبيب اللي كان قبلك اتصور انه كان الدفعه التي كانت قبلك بسنه او سنتين فقط.
قال لي اعمل لوفطالمو ولا اعمل لوارال. قال لي هادو الشعب ما كانش اللي يعالجهم. قال لي الاخرين تحيا تحيا سمام الطبيب ما يكونش سبيسياليست ينجم يقضي صراحة. لكن العين لازم. هادي مبلع. دونك مشينا طلعت لباريس تلاقيت واحد صديق كنا نقراو جميع. طلعت لباريس من اجل الدراسة باش نعمل سبيسياليتي. بعثتك الدولة من حولة رحت وحدك؟ مشيت بوحدي حبس كي كملت الطب خدمت عام صورت شوية درهم باش نمشي نقرا. كي مشيت لماركيت وسجلت راسي جات واحد الشهر من بعد جاتني لابورس. مليح. ما كنتش ناوي عليها خدمت باش هذاك كي جات لابورس الامور سادت. بعدين واصل دراسة التخصص هذا التخصص طب وجراحة العيون. طب وجراحة العيون غيته في فرنسا في باريس. فرنسا عملنا في مستشفى سالي كانزفان هو مستشفى معروف في فرنسا ما تخصص إلا في مرض العيون ما يخدمش حاجة أخرى. هنالك تحكمت في تقنيات وفي جراحة طب العيون تم لي تعلمنا وتشوف الخطر يا بي كات سيرفيس تما كل سيرفيس قالوا لي صال دوبيراسيون ما يحبسوش نهار كامل. دونك الا تبغي تتعلم وزيد الالات كاع الجدود كانوا مقيومين باغ اكزومبل لي لازر بونجيوغرافي ليكوغرافي كاع الالات تاع ذاك الوقت كانت موجوده تما ومخلينا سيتادير تعلم فيها تعلم. شحال من سنه بقيت في فرنسا؟ كانت اربع سنين. اربع سنين كملت في ثلاث سنين كانت هذاك الوقت اختصاص ثلاث سنين. والعام الرابع بديت نشتغل. قعدت نخدم نزيد نخدم تعلمت. بعد اربع سنين كنت في هذيك المرحله كنت مازال ما تزوجت. لا كنت عاد ما تزوجت. في السنه الرابعه اكيد سياتي عليك ذلك اليوم الذي تطرح فيه سؤالا على نفسك هل سابقى هنا في فرنسا ام ساعود الى الجزائر؟ كان يجيك هذا السؤال في راسك ولا كنت فاصل في القضيه من قبل مسبقا؟ انا كنت عامل نرجع وعرضوا عليا تما انا قال البروفيسور تاعي قال لي واش دخلك تما قعد هنا نسقم لك كاع كوارتك وريك خدام هنا. قلت له بارك الله فيك. لماذا؟ ما بلادي هنا. ما غراوك ما عجبتك باريس ما كانت غايه ما عجبوك هذوك التجهيزات وهذوك كل شيء البلاد مليحه وما كانش عندنا كاع مشاكل الحق تاع ربي كنا ما كانش عندنا بصح رفضت قرار نمشي نجيب قرايتي ونرجع لبلادي. شيء يشرف هذا انه يكون عنده الانسان الانتماء لبيئته والبلد والى غير ذلك. وما كنتش غير بوحدي كانوا كاين بزاف اللي معنا بون كاين اللي قعد وكاين اللي دخل. رجعت خلاص رجعت للجزائر من أجل بداية مسيرة جراح في العيون. بديت مباشرة ولا لقيت صعوبات لما رجعت؟ لا بديت في المستشفى تاع تلمسان وفي الجامعة تاع تلمسان وفرنا كاع شهور. بون المستشفى كي دخلنا كانت كنا مولفين احنا مستشفى مودرن وكل شيء ودخلنا تما كان شيء قليل 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 من ناحية التجهيزات ومن ناحية الراتب كذلك. أنت تركت راتبا كبيرا في فرنسا من أجل أن تتقاضى راتبا أقل بأي شكل من الأشكال هنا في الجزائر. هذه ما أثرتش عليك؟ لا. من ناحية المادية ربما ما كنت ستتقاضاه في الخارج هو ضعف لي خمسة ولا ست مرات. لا الحق تاع ربي شوف الشهرية اللي كانوا يخلصون بها كنت تعيش بها غاية. يا في با بروبليم مسألة معناتها تعود لقناعة الإنسان. تعيش كنا عايشين الحق ربي ما خصنا حتى حاجه والحكومه وفرت لنا السكنه وفرت لنا. واش من سنه عاود رجعت بروفيسور؟ 81. 81 شحال كان يخلص الطبيب؟ طبيب جراح العيون. الو جراح العيون اللي كان يخدم في الجامعه كنا نخلصوا 700,000 في الشهر. كانت فيها 400,000 تاع الجامعه لاخاطر كنا موظفين تاع الجامعه. والمستشفى استاذ في الجامعه. والمستشفى 300,000. المستشفى كانت 300,000. الو كيف بدينا نخلصوا تاع الجامعه خصك تفوت مع لا فونكسيون بوبليك تفوت قعد قريب عام باش تخلص تما قريب عام وانت تخلص 300,000 والمستشفى سيني البيفي تاعك الشهر الاول عطاك 300,000 هذيك 300,000 والله الا كنا عايشين بها ما تكملش تما كان الواحد عايش مسطوره يا با دو صحيح. هذه تجربه وهذه بدايه لمسيره كبيره جدا
بعد ذلك خلاص بدأت تمارس هذه المهنة، جراح العيون، طبيب مختص في جراحة العيون في الجزائر، وتقوم بالعملية الجراحية. في يوم من الأيام قد تحدث هنالك حادثة بالنسبة للإنسان في أي مكان كان، وتأثر له على معنوياته، وقد يندم على اتخاذ بعض القرارات. ألم تندم يوما ما على عودتك إلى الجزائر؟ لا 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 أولا. معناها أنت مقتنع. والو راني في بلادي. بارك الله فيك. أنا في بلادي جسوي في أهدى ترجيريا. بلادنا هنا. وحنا فخورين بك كذلك ونتشرفوا بك. هذه الجزائر بلادنا، ما كما قالوا بعزيز وقت الشدان مجبر قيد نسك. شحال عندك في مسيرتك في جراحة العيون؟ كم من سنة بروفيسور؟ تمام من 81 حتى أقول حبست في 2022 ولا دونك سي ا ببري واحد 41 عام ولا 41 سنة من العملية الجراحية. أكيد في هذه 41 سنة هنالك عشرات الآلاف من العمليات الجراحية التي قمت بها. هل تتذكر اليوم الذي قمت فيه بأكبر عدد من العمليات الجراحية في يوم واحد؟ كنا نوصل حتى قريب 50 مريض. 50 عملية جراحية في اليوم؟ واه مي تكون خفيف. كانت العملية بون كاين العملية الطبيب اللي يعملها باريكزومبل في نص ساعة 40 دقيقة، كاين اللي يعملها 5-6 دقائق كل واحد كيفاش. دونك كنا نخدموا الصبح نعملوا هذاك 20-25 مريض، عاود في العشية نديروا هذاك 20-25 مريض. وينجحوا؟ ينجحوا الحمد لله. ما هي أقل مدة بقيت فيها في عملية جراحية وأطول مدة بقيت فيها في عملية جراحية؟ كنا من نعملوا باغ اكزومبل جراحية تاع البياض تاع الكاتاراكت، وصلت نعملها 6 دقائق ولا نعملها 6 دقائق كملها. 6 دقائق كملها. وباش عمرها مي كنا نخدموا تاع الشبكية، مي كنت في المستشفى حبست الشبكية ملي خرجت من المستشفى كان العملية اللي تقبض لك باغ اكزومبل ساعة ونص، تقبضها لك ساعة ونص ساعتين غير ربع. الآلات اللي كنا نخدموا بهم هذاك الوقت وتاع الوقت تغيروا كامل 500% باغ اكزومبل. كان انا باراي كي يقص يضرب باغ اكزومبل 300 ضربة في لا مينوت بيكون يقص. دروك راه عندك اللي يعمل 12000 كو على مينوت. دونك اللي تخدموا باغ اكزومبل في ساعة ونص تخدموا في ربع ساعة و20 دقيقة عندها ضعف أربع مرات. سنأتي لهذه القضية وقضية تطور العلم وتطور التقنية في جراحة العيون. طوال هذه 41 سنة من العملية الجراحية التي أجريتها، أكيد الكثير من المرضى والكثير من الطبقات الاجتماعية والكثير من الأحداث، ما هي الحالة التي بقيت راسخة في ذهنك من بين هذه العمليات الجراحية اللي درتهم اللي ما تقدرش تنساها؟ كاين واحد الإنسان كبير جا شافني قلت لي كان عمل عملية جراحية في المستشفى وربي ما سخرش، كنت خرج من المستشفى قال لي ولدي جيت نشوفك راه عندي البياض في العين الاخر. قال لي جيت لا تعمل لي عمليه. قال لي ما عنديش دراهم. قلت له ماشي مشكل، راجل مبروك خدمنا ربي سخر. خلى لي كي جا شا قال لي اجي نقول لك يا ولدي. قال لي بارك الله فيك اللي عالجتني وهادي ومن هنا ربي سخر. قال لي نقول لك ما عندي حتى حد. قال لي كنت شاري حبل لو كان العملية ما صخرش نعلق روحي. يلا تخلعت عمري في دنسي ما حسبت بنادم واش يكون عنده وما نتكاكاوش بيه وحنا ما عارفينش. وكاين واحد أخرى كنت في المستشفى جابوا لي طفل صغير كان عنده واحد 6 سنين ولا 7 سنين عنده لاميوبي والشبكية تاعو شركت. دونك باش نخدموه خصو يقعد مريح، وصير صغير ما يقعدش مريح ما يرسبلكش باسكو كي يقعد مريح الشبكية ترجع وتلوكاليزي هذا قال لها وراها مشركة وراها مشركة. دونك تعرف كي دير العملية غلبنا كيما اللي نعملوا له ما يرتبش. رفضنا القرار قلعنا له كاع كشو خلينا عريان بدا يحشم يموت يقعد مغطي. هذه تقنية جزائرية خدمنا ربي سخر برا بانا خرج من المستشفى. يعني نقول لك كان طفل صغير كنت في المحل تاعي نخدم
انت جاني واحد السيد يقول لي عمل حمد كاتر بانديس ولا هكذا جاي فوت عندي قال لي ما عقصنيش قلت له لا قال لي انا اللي قلعت قلت له ما ضربنيش بقات لكن القصة الأولى مهمة جدا كيف كانت ردت فعلك عندما سمعت هذه القصة قصة الرجل الذي كان موشكا على الانتحار بسبب مرضه وبسبب أنه لا يجد مالا لكي يعالج لما أحكي لك هذه الحكاية وأنت قد سبقت النية وعملت له العملية الجراحية مجانا مش كانت ردت فعلك صديق قعدت مخلوع أنا صديقي قعدت نشوف يا ربي مزية خدمناه ما قلنا لهش ما نخدموكش مزية ربي صخر فهمت لا خاطر كان يبي لي عقلي نكون شاركت في جاري ماله كان صارت له شي حاجة بعدين شوفي إياه وأصبح كل شيء فاس عادي ولا يشوف عادي الحمد لله الحمد لله وفي الأخير كان حكمة عند ربي سبحانه أنه يسخر بعض العباد لبعض العباد شكرا بروفيسور أكيد هذا موقف يستحق الذكر حتى ينتشر بشكل أكبر في المجتمع ونعلم بأنه كان كثير أطباء اللي عاونوا ويديروا بالمجان ويساعدوا الفقراء ولا غير ذلك نتوقف عند فاصل قصير بروفيسور ولنعود من أجل مواصلة الحديث عن تفاصيل أخرى في مسيرتك وكذلك في هذا النعمة اللي أعطاها لنا ربي وهي البصر مشاهدينا نتوقف عند فاصل قصير ولنعود يبقوا معنا أهلا بكم مجددا مشاهدينا مستمرون معكم في هذه الحلقة من علمتني الحياة سنواصل السفر في هذه القصة قصة البروفيسور أحمد العزوني المختص في طب وجراحة العيون واستمعتم معنا في الجزء الأول هذا الرجل الذي رفض كل الإغراءات التي تلقاها في المستشفيات الفرنسية وقرر أن يعود لممارسة هذه المهنة وهذا التخصص جراحة العيون هنا في الجزائر واستمعنا إلى قصص أخرى في مسيرته أهلا بك مجددا بروفيسور البصر هو نعمة كبيرة من الله عز وجل وربما لا نشعر بها إلا عندما نلتقي أحدا فاقد للبصر أو عندما يتضرر بصرنا وكان صنف آخر من الناس الذين ولدوا بدون بصر أنا في برنامج علمتني الحياة كان هنالك دكتور ضيفي وولد بدون بصر ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يولد بدون بصر؟ الأسباب تنجم تكون مزية ما المخ كاين اللي مرضي كيما الجلوكوم كونجينيتال كاين الأمراض تاع المرضي نورولوجيك سدي تاع اللي توشيو النار وكل شيء هادو اللي ينجمو يأثروا بزاف ولا لي مرضي جينيتيك وراثي هذايا الله عليها ما يكون كاين باغ اكزومب عيطة امراض كي تشوف مريض باغ اكزومب عنده هكا توصي العائله الدريه في المستقبل ينجموا يكونوا هكا كانت عندي عائله كنت نتبعها عندهم جلوكوم كونجينيتال يعني عقل واحد قعد حتى قريب 10 سنين باش خدمت له عملت له العمليه صدير كان ظاهر المرضفين ما كانش مأثر على العينين خوه صغر منه وعملنا له عملية كانت في عمره وكلا أسبوع عين ربي صخر فيها وعين ما صخرش فيها قرأ كمل صيدالي ولد بدون بصر فاقد للبصر إيه بدون بصر حبسنا المرض في عين والأخرى ما الحمد لله أخف الضررين وزاد لهم عاود الأخ الثالث نفس المشكل نفس المرض معناها وراثية هذه وراثية دونك كاين الأمراض هكذا اللي ما نتحكموش فيها هل ممكن الإنسان الذي ولد فاقد للبصر هل ممكن أن يبصر يوما ما؟ هل يمكن أن يسترجع بصره؟ إذا كان عنده الكاتاراكت البياض تعمل العملية بون الكاتاراكت عند الصغير وعند الكبير ماشي كيف كيف باغ اكزومبل كاين اللي زاد كاتاراكت زوج عينين ما راهش يشوف راه ما دونك تقلع البياض المشكل اللي كاين كيما هذاك نشوفه بالمخ دونك كي نقلعوا له البياض هذاك البياض عنده دور عن الانسان العادي يكون يسقم لك الشوف للبعد للقرب للبعد للقرب يسقمه لك دونك هو كي تقلع له البياض ما يزيدش يكون عنده شوف البعد والقرب تاع
ثانيا يكون الطفل صغير عينه صغيره ما نجموش نزرعوا عدسه اللي تصحح له النظر. ما من العمليه تنجح مليح شوف يقعد. صح. في مسيرتك بروفيسور، هل حدث وان اتاك شخص للعياده فاقد للبصر وبعد عمليه جراحيه والعلاج اصبح مبصرا؟ هذو الكسره اللي تعملهم هذول ما يكون عندهم البياض، البياض يبرى. صارت لك هذه؟ صارت لك هذيك البياض زوج عينين، عينين بلعين. هذيك عمليه سهله، دير تعمل الجراحه تقلع البياض تزرع يرجع يشوف، يجيبوا لك انسان ما يشوف يرجع يشوف. واش تكون رده فعله لما تنتهي العمليه؟ رده فعله، رد فعله الشخص اللي ما شافش طول حياته بعد عمليه جراحيه ولا يشوف، كي تقلع له غير البونسوا بدا يضحك. كي تشوفه صدير كان ما 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 كان معمي هذاك يقودوا هذه. وحنا كي دخلنا راني عقل، كي دخلنا ما فرنسا، دخلنا المستشفى تاع تلمسان، رونديفو باش دير عمليه تاع البياض كان 3 سنين، لانه ما كاش كاش اطباء. 3 سنين ما كاش اطباء. 81 81 الاطباء كانوا قلال. شوف شحال كنتوا في تلمسان من طبيب؟ طبيب عويون. كنا كان كاين قلت لك الدكتور ابو بكر الله يرحمه، وكنا احنا زوج، 3 أطباء في تلمسان كامله. عاد من بعد بداو يدخلوا بشويه بشويه، ما كنا 3 والقابضين ماشي تلمسان. انا نقول لك ما كانش تلمسان وضواحيها. ما فوالا خلاص مشيت تحمل هذا، نقول 70 80 90 100 كيلومتر خليني من الساعه الجنوب. شحال كنت تشتغل من ساعه لما جيت للجزائر؟ ما والله ما قعدنا حتى وقت، بدا 6 تاع الصباح ونكمل 6 تاع العشيه. شحال مره ما كاش كاين وقت ما تنجمش. الو زيد بار اكزومبل الامراض اللي خطيره ومازال خطيره للان، هذا بار اكزومبل مرض السكر مازال يدير لنا كارثات الخطر. الناس ماشي منظمين، الدوله راه موفره كاع شروط اللي ما عندوش حتى لاسيورونس يدخلهم في لي مرادي كرونيك، يعطيهم باش يجيبوا الدواء باطل ويجيبوا. الناس ما مستعدش على روحهم، مازال الظروف الناس راهم يفقدوا البصر تاعهم غير مرض السكر. الوغ نورمالمون دوك راه كاين طب اختصاصيين باغ اكزومبل في مرض السكر، كاين طب تاع العينين، راه كاين الامكانيات، كاين لي لازر، عندنا كاع الامكانيات باش نقصوا المشاكل. مازال تزيد. وعلى نقيض من الحاله التي تكلمت عنها الان، وهي ان يولد الانسان بدون بصر، هنالك اشخاص اخرين يفقدون البصر بعد سنوات من الحياه. ما هي أسباب فقدان البصر؟ كثرة تاع الأمراض هي السكر. تفقد البصر نهائي؟ يفقد. كان تشوف مع دوماج ما عندهاش تصور، تشوف عجب الدخل عندك ولا الجلوكوم لاتونسيون. على لاتونسيون فاش واعرة ما كان حتى وجع، وراك تشوف بار اكزومبل يشوف راه عنده مرض خطير في عينه، يشوف 10 على 10 ما راش عارف بلي عنده الجلوكوم. هي واش راه يشوف؟ راه يشوف كانه راه يشوف جعبه هكذا، حاجه تجي منها ما يشوفهاش، حاجه تجي منها ما يشوفهاش. دونك ما ينجمش يسوق سياره ولا يتمشى، ما يشوف لوطو جا، ما يشوف بنادم ما يجي، ما يدخل في حيط، تقعد غير بشويه حتى كاع البصر تاعو يمشي. الدواء سهل كاين ادويه اللي يعمل قطره ولا زوج قطرات في النهار، 50 60 70% المرض تاعهم يحبس ولا توصل الجراحه. حنا ما هذه ساعه اليوم شحال مره مازال يجيونا بزاف اللي حتى كي عينيهم كاع البصر ما تنزم تعمل له والو، لا خاطر العرق تاع الشوف يموت. دونك كيما الطرف من المخ يموت ما يسترجعش. وش هي العادات السيئه التي يقوم بها الانسان وقد تضعف بصره وقد تتسبب حتى في فقدانه البصر او قد تضر بالعين؟ كاين عادات اللي نديروهم كل يوم مثلا، الان رانا في عصر التكنولوجيا والهواتف والحواسيب، هل هذه الادوات وهذه التجهيزات وهذه العادات تؤثر على الرؤيه فعلا؟ تاثر باش تعميه ما تعميهش، باش تغبنوا تغبنوا على خاطر كي نهار كامل والواحد عنده التليفون ولا لابلات راه يخدم في 30 سنتيمتر. اور العين تتعب في الشوف للقرب. عندنا من 5 متر للفوق نعتبره بلي راه يشوف بعيد، العين تكون مرتاحه. من 5 متر وقرب شحال ما نقربوا شحال ما تتعب. دونك يمدلوا وجع الراس، عينه ينقزوا، عينه يدمعوا، عينه يحمروا، دونك شحال ما يخدم.
دروك هذو الالات كما التليفون كما لورديناتور كما الاطفال الصغار حكايه الطابلات اللي ولات عاده رجعت ضرهم الاطفال دونك راه اخدم غير بهم. الحاجه الزوجه اللي تكون المشاكل سكي يكونوا نخلو في التليفون لا في الطابلات لا في الاورديناتور ما نرمشوش تقعد عينك محلوله كي تقعد عينك محلوله الدمعه تنشف كي الدمعه تنشف العين تقعد تنقزك دونك معناها رمشه العين هذه عندها فايده اه كي ترمش الدمعه تدهن كاع العين سبحان الله انا الرمشه حسبها حسبها سلوك لا ارادي وفقط وراه كاين بزاف نجم نقول لك باللي 30 40 50% بون الكثره تكثر عند المراه كي تقطع 50 عام ولا كان اللي عنده الدمعه ناقصه كي نعملوا عمليه جراحيه نحرقوا عيطه صوالح بهذوك الدواء اللي نديروه دونك الدمعه تزيد تنقص هو يقول لك عيني راني نشوف غايه بصح راها تنقصني دونك الدمعه عندها دور كبير في الشوف الدمعه عندها دور كبير في النظر في الشوف سبحان الله في الرطوبيه تاع العين دونك بزاف اللي يقعد عيني راه توجعني عيني هذه عيني راه هذه دونك هذو الالات اللي عندهم خصهم ينقصوا شويه والشخص اللي تنقص له الدمعه يقدر ينقص له النظر كذلك الدمعه هي لا لونتي الاولى فوق العين دونك كي الدمعه تكون لا كاليتي تاعها ماشي مليحه النظر يتغير عندك برا بالك تشوف مليح برا ما تشوفش مليح هي غير الدمعه. الان تبادر الي سؤال ربما اول مره اطرحه على نفسي وهي كيف ينظر الانسان؟ احنا العوام احنا نعرفوا انه الانسان يشوف بعينه العين تدخل لكن مبدا عمل العين وش هو؟ كيفاش تخدم العين؟ كيف ينظر الانسان؟ العين سيت اون كاميرا. كي تجي الضوء اللي يجي خاطر كل شيء نشوفوه ضوء ارفد هذاك ليكرو نقص له الضوء شيء يتغير باغ اكزومبل دونك الضوء كي يجي يفوت يقطع القرنيه يقطع الكريستاله يقطع الفيترو يمشي الشبكيه تاع الشوف سا دوفيان اون انرجي الكتريك هذيك الانرجي الكتريك تمشي العرق تاع الشوف الكيازما تمشي حتى المخ لوب اوكسيبيتال نشوفوا بالجهه تاع المخ تما المخ ياناليزي ويعطي التصويره تكون داير مام لي ماسكون بالمقلوب كي نشوفوها تسرح ليماج اللي توصل للمخ تكون الونفير كيما في الكاميرا تاعكم معنا في الحقيقه نحن لا نرى باعيننا ولكن بالمخ لو تكون عندك العين صافيه 100% ما عندها والو لو كان البخ هذه لو لوبوكسيبيتال يمشي شوف يمشي تماما وعندنا العينين يشوفوا عندنا زوج عينين كي نديروا هكذا صبع عين تشوفها الصبع وعين تشوفها الصبع دونك حنا نشوفوا زوج تاع الصبع كي يوصلوا للمخ يجمعهم باش تشوف هذه ما فهمتهاش بروفيسور معناها الان راني نشوف في الحقيقه راني نشوف اثنين كل عين تشوف لكن رجعت واحد الان بصح رجعت واحد كي تمشي المخ اللي ماسكون بالمقلوب يسرح لك الشوفه ويديرهم كيف كيف ولكن وسبحان الله هذا كله في جزء من الثانيه اه سي انستونتاني يعملها ما نشوف شي تاع سيدي ربي اه معجزات معجزات وباش تشوف مليح وتشوف زوج عينين خصك يكون عندك نفس القوه في زوج عينين لو كان تكون عندك عين بار اكزومبل تعطيك تصويره كبيره والعين الاخرى تعطيك تصويره صغيره كي يوصلوا للمخ ما يجمعهم لكش بزوج لخاطر كاين فرق كبير لا اون ايماج فيها باغ اكزومبل 3 سنتيمتر و اون ايماج فيها 1 سنتيمتر ما سوبربوزيهمش مي لو كان تكون عندك وحده فيها 3 سنتيمتر والاخرى 2.9 سنتيمتر يجمعهم لك راك فاهم ولا لا؟ فهمتك دونك اللي تكون عنده باغ اكزومبل لي زيماج فرق كبير بين عين وعين عندنا ضعيف عين ضعيف على خوتها les images mais superposables donc تكون تخدم غير بعين الاخرى غير تعاون الان انت انطلقت في هذه المسيره في مسيره جراحه العيون قبل 40 وما يزيد عن 40 سنه 1981 اكيد التكنولوجيا في العالم لم تكن هي التكنولوجيا اليوم وفي الجزائر في تلك المرحله كذلك كانت الامور متاخره كثيرا في سنه 1981 الآن تطور الأمر وصارت هنالك تجهيزات تساعد جراح العيون في أداء في القيام بالعمليات الجراحية هل ممكن
تترجم لنا هذا التغير في الواقع، معناها كيف أثرت التكنولوجيا على أداء جراح العيون. كاين عمليات جراحية اللي كانوا يأخذوا وقت أكبر صاروا يأخذوا وقت أقل، ولا كاين عمليات التي كانت تصنف بالصعبة والخطيرة صارت تصنف بالسهلة والمقدور عليها، ولا كيف حدث هذا التغيير؟ التكنولوجيا عاونتنا بزاف. أنا كي نشوف وقت كي دخلت لهنا واش كان عندنا باش نخدمه وواش راه كاين دلوقت دنيا أخرى، لازم تقول واش أنا قريت الطب تاع العيون ولا ما قريت. إلا قعدت تاكل غير على الطب اللي قريته هذاك الوقت رحنا في دنيا أخرى. لو كما تقعد دائما تقرا تحضر لي كونغري تحضر هذه تشوف الشيء اللي راه يتغير في ريا مزور، فهمت؟ تقعد راك في دنيا أخرى في الطب قديم اللي ما الو. التكنولوجيا زادت باغ اكزومبل في طب العيون، هو ما من الطب اللي استفاد بزاف التكنولوجيا باغ اكزومبل لي لازر اللي نخدموا خدمنا بهم في طب العيون. باغ اكزومبل بكري كانت العمليه الجراحيه تخدم بعينك تشوف، ما تشوفش مليح، دروك يا دي ميكروسكوب اللي يوري لك غايه تشوف كيما لي كاميرا نتاعكم لا بروفوندور دو شون، تشوف لي كليراج، تعمل لي كليراج ديفو، تعمل ديفوزور، تعمل الصوره عندنا تخدم بهم. دونك كي تكون تشوف مليح ما تخليش حاجه ما تشوفهاش. لي لازر عاونونا بزاف. التوقيت مثلا قلصت التكنولوجيا في مده اجراء العمليه الجراحيه، المده التي تستغرقها كل عمليه كي ترفض باغ اكزومبل التكنولوجيا. يعني نقول لك باغ اكزومبل كاين لي زاباري اللي كنا نخدموا بهم الشبكيه مسكو الشبكيه بكري كانت هكذا، الشوكه اللي تدخل في العين فيها اميليمتر لا اميليمتر، دروك راه عندك ما والو ما نديروش حتى الخيط كي نثقبوا العين باش يدخل لاباراي داخل يخدم، كي نجبدوها ما نديروش الخيط لاخطر ثقبه صغيره. لي ماشين مي كانوا يقصوا الداخل كي ندخلوا باغ اكزومبل خصنا نقصوا شي صوالح باش نردوا الشبكيه الموضحه، كانوا يضربوا 300 ضربه باغ اكزومبل في الدقيقه، دروك يعملك 14000 ضربه في الدقيقه. دونك ما حناش في نفس الشيء. بكري كنا نشوفوا بالميكروسكوب، دروك نطحيو باغ اكزومبل لا فيبر تاع الضو نطحيوها لداخل في العين. الوغ تارك تشوف الميكروسكوب الدوره الداخل تحسب راسك راك الداخل في العين، راك تشوف اكزاكتومون كيس كون في السماطه تاعهم. سي دي برودوي كي كوت تري شير وكل شيء جوطابل. دونك كي تستعمل باغ اكزومبل اون فيب دو لوميير ولا سي جوطابل، اون فيب لازر تدخل تحل باللازر. بكري كنا نضربوا باللازر برا، دروك تارك تشوف اللازر الداخل تشوف واش راك دير، كل شيء جوطابل. دونك يلقاو شويه بروفيسور. بالإضافة للعادات السلبية التي تكلمنا عنها قبل قليل والتي تساهم في إضعاف البصر أو حتى قد تصل إلى فقدانه، هنالك موضة انتشرت بشكل كبير وهي العدسات التجميلية أو الجمالية، ولا أتكلم عن العدسات التي تعتمد لتصحيح البصر. هل هذه العدسات قد تتسبب في فقدانك البصر، قد تؤثر على بصرك؟ هذه العدسات يجمو يكونوا مشاكل إلى تعطي حق العدسة وتشري عدسة مليحة. العدسة المليحة ما هي العدسة المليحة؟ أولا باش دير عدسة سوبل فوق عينك خصك يكون عندك الدمعة اللي كنا نهضروا على الدمعة. نعاود نرجعوا للدمعة، نوليو للدمعة لخاطر ما يكون عندك الدمعة لا لونتي تندى بالدمعة. إلا كانت عندك العين ناشفة من الدمعة ودير لا لونتي تكون مشاكل. دوزيامون لا لونتي هادو اللي راهم عاملهم تاع التجميل ولا لي لونتي الاخرين كاع خصك لا ماتيير اللي تكون مخدومه بها تكون اون تري بون ماتيير. علاش؟ لخاطر العين هكذا في حاله عاديه راه مع الهواء الاكسجين يتوشي العين، كي دير عدسه دير باراج بين الهواء والاكسجين، دونك خصها هذيك العدسه تخلي الاكسجين يفوت. الو كي تشري باغ اكزومبل عدسه يقول لك عندك الديكا فيه 20-30-40-100% 120%، دونك خصك تعمل لها اون تري بون لونتي. الا كان الاكسجين يفوت وراك باسكو كاين انواع بزاف تاع لي لونتي المخيرين، ما هما لي لونتي جورناليير. شحال تلحق سعرهم؟ شحال يلحق سعرهم؟ والله ما شوف نقول لك الله اعلم الله اعلم. لي سي لونتي ولا يكونوا يعملوا سا ديبون دي مارك 600000 ولا 3 بير
يكون بصح عندهم عاده بايكزوم كان لا لونتي اللي تقعد 15 يوم وتنقص, كاين لا لونتي اللي تقعد شهر وتنقص. دونك ما خصناش نقعدوا الى باغي دير هذو لي لونتي عطيهم كيزمو. هل صادفتك حالات من هذا القبيل انه اتى اليك شخص للعياده تضرر بصره بسبب العدسات؟ جاتني طبيبه كيش قلعت لها لي لونتي, شوف نخلعت في لي لونتي, ما كان دير دواء ما كان, ودار لها انابسي. هذو العدسات التجميليه ولا تاع تجميليه ولا الاخرين؟ خصك لي لونتي كي تعملهم تعطيهم حقهم. فاهم ولا لا؟ قال عندك هذه لا لونتي تاع شهر وتسيب, وماشي ملاح لي لونتي اللي يقول لك نرقد بهم ونخليهم اسبوع ولا لا لونتي تبلاصها في الصباح تقلع في العشيه. لا خاطر الحال اللي عندنا احنا في بلادنا عندنا السخانه لا لونتي تنشف. يا بوكو ديبو اللي لصقوا في لا لونتي, وهذوك لي ديبو بالطوب. وزيد عندنا الناس يبغيو يدخلوا يتحموا بهم ولا يمشي لابيسين بها. كاين اللي مشات له عينه يعوم بلي لونتي, الوغ الاخر كاين دي جان في الماء تاع لابيسين ولا تاع هذاك اللي ينجموا يكونوا هذه المشاكل. دونك الا تعمل لي لونتي اعطيهم حقهم. طبيبه هذه قريب فقدت البصر تاعها بسبب العدسه, وقعت مخلوع طبيبه وما جاها هكذا عيني حمراش تنخلعت. عندي ولدي مكون في هذو لي لونتي دو كونتاكت وخدمته استان اوبتوميتريس, عيطي نخلعت اللي شفتو عجب. يجي من يكون باغ اكزومبل طفل صغير لا عمل هذه ولا واحد جاهل ولا طبيبه. بروفيسور, بالعوده الى قضيه الدمعه, وانا بصراحه فاجاتني لانه صرت الان متاكد بان هذه الدمعه اللي اعطاها لنا ربي سبحانه وكانها معجزه نمتلكها جميعا. الفائده تاعها في حمايه العين ولا في النظر في البصر؟ حمايه العين كي نديروها كي ترمش الا يكون شي غبره ولا تغسلها. ثانيا فيها دي زونزيم لي بار اكزومبل هما هي اللي تدافع على العين الاولى, يدخل الميكروب شحال مره الدمعه تقضي عليه. دونك الدمعه عندها دور كبير. دونك دير تدهن العين, تدافع على العين, تغسل العين بالغبره من هذه. دونك الدمعه عندها دور كبير. بالعوده كذلك الى قضيه التكنولوجيا, دائما ما نسمع الى زراعه الاعضاء, زراعه القرنيه الى غير ذلك من هذه العمليات الجراحيه التي لا اعرف مدى تطورها هنا في الجزائر, لكن في الكثير من دول العالم صاروا يعتمدون هذا النوع من الجراحه الذي يكون مرفوقا دائما اما بالتبرع اما ببنك لهذه الاعضاء والى غير ذلك. لكن هل الان لازلنا نعتمد على الاشياء البشريه او على الاعضاء البشريه؟ هل وصل العلم لاختراع عضو من هذه الاعضاء؟ واتكلم عن تخصصك هنا في العين, معنى هل وصل العلم لاختراع قرنيه ليست بشريه, قرنيه صناعيه يمكن أن نغرسها وأن تساهم في تحسين البصر أو أن يتعالج ويشفى المريض بهذه القرنية الصناعية؟ نعم رم كاينين هذو لونتي ارتيفيسيال, رم كاينين ويعطيو نتيجة مليحة. راهم عاد يستناو في تسريح على افتيس الامريكان ولا ماركاج اوروبيا باش يطلقوهم للبيع. راه كاين قرنيات غير بشريه, غير بشريه صناعيه وتؤدي الوظيفه ويعطيو نتيجه مليحه. راهم في التجارب, مي التجارب راهم فونسيا سادي دروك, راهم يستناو باش يبداو يطلقوهم في التجاره. نعود قليلا الى مسيرتك البروفيسور احمد العزوني. معروف أن الانسان في حياته دائما ما يمر عبر فترات ومراحل, مراحل مزهرة ومراحل حزينة. وش هي أصعب مرحلة عشتها في حياتك؟ أصعب مرحلة وهي كي تخدم خدمة وتخدمها ما تكونش عندك وتكون تخرج لك نتيجة ماشي مليح, تخرج لك وشحال مرة ما تتحكمش الخدمة تكون مخدومة ما كان أي غلطة من الأول والتالي. وربي ما يسخرش يدخل ميكروب ولا تجيك مشكلة اللي تكون لك نتيجة تكون كارثة. هذو اللي توقع لك
قليل وين توقع لك قول باكزوب مريض في 3000 ولا في 4000 عملية بصح كي تجيك تحس أنها مكتوبة ربي يعني. مكتوبة ربي وخص الإنسان يفهم احنا في حياتنا تجي تاكل تقول يا بسم الله تجي تخدم تقول يا بسم الله ما احناش عارفين صحيح تقول على ربي نخدمه لا غارونتي 100% سي ربي ما نعطيها لا انا لا حتى واحد غارونتي هذيك كاين اللي يجيك مريض يقول لك اعطيني شحال عندي عندي 100% تاع غارونتي نقول له ما عطيكش حتى 1% يعني باش نخدم وتكل على ربي ضامن ربي صحيح فيتو بالإضافة إلى هذه الأمور العلمية التي كانت في مسيرتك بروفيسور هناك شيء مميز آخر وهو أنه أنت الآن توشك على السنة 74 من عمرك ولازلت تقوم بإجراء العمليات الجراحية وتجري العمليات الجراحية مش بنفس الشكل طبعا لكن كي تحب تدير عملية جراحية تدير وش هو السر في أنك حافظت على هذه التقنية والعين حاجة دقيقة جدا ولازم يكون الإنسان هادئ وما يتقلقش وعملية جراحية دقيقة إلى غير ذلك ما هو السر في حفاظك على هذا العلم وعلى هذه التقنية كذلك إلى هذا السن المتقدمة هذا الشيء نظن كي تكون تخدم مع جماعة على الأطباء دائما هو يسألوك تسألهم دائما تفتش تقدم وخصك تعرف باللي كي تشوف الأمور ما بقاتش عادية حبس ما تغامرش لخاطر كما قلت لك في العين كي تقول كي تبدأ في العين ما تنجمش تقول المريض ما شيرك تشوف لا ماشي كما باكزوم قال لا الوجع ديرك هادي ما نيش نشوف وخصك تعرف كاين شي عمليات اللي ما نشوفوش كيكون كاين البيض ما حناش شايفين واش كاين الرولة نجمو بليكوغرافي نشوفو بلي الشبكية ماشي مشركة بصح تنجم تكون الشبكية مريضة البوضع اللي نشوفو به ما نعرفوش احنا كي دير العملية ما يشوفش دونك خصك وكيما الجراحة العيون قلت لك هي اللي فيها الطب اللي يموتوا الكثرة في كاع الاختصاص تاع الطب لماذا؟ ستريس ضغط كبير في العمل ستريس كبير الله تمشى نيشان حتى كي تخرج لك حاجه ما تكونش تستناها ما هي اعقد ولا اصعب عمليه جراحيه قمت بها خلال مسيرتك هذه مسيره 42 سنه من العمليات الجراحيه كيفاش صعيبه قال لي جاتك صعيبه ولا اللي معقده ولا والله ما تعرف ولا العمليه اللي ما تحبش تديرها اللي تكرهها ما صدق العمليه اللي ما نحبش نعملها بار اكزومبل كي تكون شاك باللي مريك ماشي ما يكونش نتيجه راك شايف راه كاين مشاكل كبيره في هذيك العين سي طادير شحال من نضول خدموها تاع بالسيف وراك عارف باللي ما تكونش نتيجه وتعلم المريض وتعلم هذه ويقول لك دير لي معليش وما يكونش قناعه شحال من وش حمرة ما تعرفش النهار جاتني وحده انا خلعت فيها كي جابوها لي عميه صغيره ديابيتيك خدمت ساعات في الكابينه خدمت بزوج عينين قلت لها نخدم لك هاد العين كنت داير ليكوغرافي قالت لي لا خدم لي العين الاخرى وانا في ليكوغرافي العين الاخرى ماشي الظهر ماشي مليحه دونك قلت بون ما راهش تشوف واخا تشوف شويه نخدموا هذيك العين حياتها تبدلت نهار جاتني والله العظيم سامحه في روحها في كل شيء في زيح 20 عام ولا خدمت العين الاولى عاود العين الزوج عاد ناظر نورمال وهي الديابيت كامل فيها فضيحه عاود عالجناها ما كنتش طامع على حساب التصور تاع ليكوغرافي كي شفت ليكوغرافي الدواء ما عجبتنيش بزاف كتب لها ربي هذا هو سأعرض عليك الآن بعض الحالات لعملية جراحية قمت بهم أنت ولا في العيادة تاعك بروفيسور أحمد العزوني لبعض المصابين بالحول وهنالك بعض الآراء الشائعة يقال أن الحول هذا يعالج عندما يكون المريض صغيرا وعندما يتقدم في السن تصبح العملية معقدة إلى غير ذلك نشاهد في البداية هذه الصور مثلا هذا لطفل يظهر بأنه طفل صغير هذه العملية الجراحية سهلين ولا صعب؟ العملية هذو ماشي صعب بزاف كاين قواعد باي اكزومبل العين نعبروا راه الدائره ب 20 دوغري 30 دوغري دونك هذاك الوقت
يقول لك ميسكون دايره ب 30 دوغري شحال تعمل شحال تعمل، ما هي ماشي قانون ماشي قاعده، مي ننجمو وخص مول الحوال يعرف بلي كي تكون ماشي تخدمه خاص نفهموا سورتو مي كون طفل صغير ولا طفله صغيره نسولوا الوالدين نقولوا شوف هذا اللي شاهدناه في الصوره الان طفل صغير يعني. اه ايه نوصيهم نقولوا ننجمو نديروا عمليه يمكن شحال مره خصنا نزيدوا الزوجه ولا الثالثه باش باسكو تصحيح لا خاطر العضلات اللي يدوروا العين يجيهم امر تاع ضوء سينال الكتريك يجي للعين دونك سي با حديده نقصوا 5 مليمتر رجلها سي الامر تاع الضوء ما تحكموش فيه. بون تجربه عندك 80 85% كي دير عمليه واحده تنجح حمراء خصنا نعاودوا نشاهد صوره اخرى كذلك نفس الشيء هذا قاعد اللي تظهر لي سيدة متقدمة في الأمر. وي 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 هذه عقل عليها أمس. معناه الحول الآن صار متحكم فيه. من بكري ماشي الحول نجمونا خص كما فهمتك الحول فيه وفيه ما خصناش نشوفوا غير العينين دايرين باش نسرحوهم تنقص من عضلة وتزيد في عضلة ولا نجمو مي ربي عطانا العينين باش نشوفوا. دونك الحاجة الأولى إلا كان صغير لخاطر كي نوصلوا 12 عام والعين اللي تكون حولها ما تكونش تخدم مليح تقعد فنيانه ما يوصلناش نتيجه مليحه فيها في كيسمو في الشوف. دونك ما خصناش نخدموا غير نسرحوا العين نسرحوا العين ولكن ماذا بينا العين تكون تشوف لخاطر كان اللي نعملوا عمليه تجميليه العين راه عندهم ما تخدمش مليح لكن تعب ترجع بلاصتها فقط. ما الا نجمو نسلكوا العين في الشوف وفي لم يتبقى لنا الكثير من الوقت بروفيسور احمد العزوني، بعد كل هذا المسار ماذا علمتك الحياه؟ وش تعلمت في الحياه؟ وش علمتك الحياه؟ خصك تعلم البساطه تقعد ترونكيل فهمت؟ والمريض كي تنصحو تنصحو كأنها قال هذا انت خليك باش تداوي روحك انت ولا هذا باك ولا هذه ماك ما خصكش المريض تتعلم فيه خصك تعرف حاجه تعملها اخدمها ما تعرفش تنجم تتعلمها جيب طبيب متخصص في هذيك وخدمه جميع باش تتعلم ما تتعداش على الحاجة اللي ما تعرف لهاش هذه أمانة أعطاك الحاجة العزيزة عليه وهو الصحة تاعو ما كاش مغلم الصحة يكون عندك الصوارد عندك كل شيء والصحة ما كاش ما يصلحوا لوالوك دونك شحال ما تستحفظ على المريض وتعطي له حقه وهذاك ربي يسخر لك بزاف صوالح. شكرك جزيل الشكر البروفيسور أحمد العزوني مختص في طب وجراحة العيون وأستاذ الطب كذلك بجامعة الإمسان، شكرا جزيلا على حضورك معنا. بارك الله فيكم. وعلى تبادلك معنا هذه اللحظات المهمة من حياتك، شكرا. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج علمتني الحياة، استمعتم معنا إلى قصة واحد من أخصائي جراحة العيون في الجزائر الذي كما تابعتم توجه إلى فرنسا إلى باريس من أجل دراسة هذا التخصص الذي قاده إليه القدر، وبعد ذلك رغم كل الإغراءات التي قدمت له لكنه قرر أن يعود إلى الجزائر في تلك المرحلة، مرحلة كانت تفتقد فيها الجزائر إلى الكثير من الأطباء على غرار جراحي العيون. وبعد ذلك بدأت هذه القصة لواحد من جراحي الجزائر. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من علامات الحياة، ألقاكم الأسبوع المقبل، السلام عليكم.